أما بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، فالنهاردة مصر للطيران هتسير 7 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. وزارة الأوقاف حددت هذا بعنوان الجار مفهوقه. أيضا النهاردة في 3 مباريات مهمة في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مصر للطيران هتسير 7 رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن، وده بواقع 5 رحلات جوية من جدة للقاهرة ورحلتين من المدينة المنورة للقاهرة لعودة إجمالي 1500 حاج من حجاج بعثة كل من مصر للطيران والداخلية ووزارة التضامن، بالإضافة لحجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة الجار مفهومه وحقوقه، وأكدت وزارة الأوقاف على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، ويكون مدة الخطبة في حدود 10 دقائق. النهاردة هيلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عقب صلاة الجمعة مع وفد كبار علماء الهند وعمداء كليتها ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية. اللقاء ده هيكون في محافظة دمياط، وهيشارك فيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومجموعة من أئمة وشباب المحافظة. في الدوري المصري النهاردة في 3 مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع المصري الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت يلتقي المقاولين العرب مع غزل المحلة، والساعة 9 بالليل هيلتقي أم بي مع فاركو.